يقول الله تبارك وتعالى: وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم. 12 يلا مدد شوي. طيب قال: وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم، وفيها قراءتان: وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم، وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم، لا يتبعوكم. يقول: سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون، لأنها صم بكم، لا تسمع لا تتكلم، أنتم أعقل منها، أنتم تسمعون تتكلمون، هذه لا تسمع ولا تتكلم ولا تبصر. هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ ولا شيء، ولا شيء من هذا. فالله تبارك هنا يعيب عليهم عقولهم فيقول: وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعون، يعني لا يفعلون الهدى ولا يتبعون الهدى، لا عقول لها هذه الأصنام. ولذا قال: سواء عليكم، استوى الأمران، سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون، لأن ما يفرق معها الطوفة هذه، كلمت ولا ما كلمت يفرق معها؟ ما يفرق معها. هذا كلمت ولا ما كلمت يفرق معها؟ ما يفرق معها. أنت كلمت ولا ما كلمتك يفرق معك؟ يفرق شوي. يفرق. ليش؟ لأنه يسمع ويعقل ويفهم، يفرق معاه. لكن هذه الجمادات سواء عليكم دعوتموهم صامتون، ما يفرق معاها، لأن الجمادات لا تعقل ولا تفهم. أسأل الله تبارك وتعالى يوفقنا وإياكم يحب ويرضى، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.